دلوقتي مشاهدينا معادنا مع الفقرة اليومية اللي بنقدم لحضراتكم فيها تمارين رياضية مختلفة اللي بتناسب كل الفئات وجميع الأعمار، واللي بنأكد من خلالها أهمية الرياضة لكل الناس اللي ممكن تقوم بيها في أي وقت وكمان في أي مكان. بينضم لينا كمان دلوقتي يا باسم عبر كاميرا إكسترا نيوز الكابتن أيمن السركي مدرب اللياقة البدنية. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا كابتن. أستاذ باسم، أستاذ آية، صباح الخير عليكم. يعني زي ما تعودنا مع حضرتك كل يوم بنعرف أهم التمارين اللي ممكن نقوم بيها يوميا وفي الصباح تحديدا عشان نجدد لياقتنا وحيويتنا، ولكن خليني أسألك سؤال في الأول. أنا كشخص يعني عايز بس أمارس الرياضة من أجل أن أنا يكون يومي مظبوط أو يعني حياتي أحسن أو جسمي يكون أفضل، إيه أنسب التمارين أو لما أروح الجيم إيه أنسب حاجة ممكن أعملها داخل صالة الجيم؟ صباح الخير عليكم، يومكم سعيد ان شاء الله. بالنسبه لحد عايز بس تو كيب فيت او يحافظ على جسمه، يكتفي ان هو يتمرن 3 أيام في الاسبوع، التمرين ما يزيدش عن ساعه، يهتم بنوعين من التمرين، التمارين الكارديو اللي بتتعمل على التريد ميل او العجله الثابته اللي هي بتعتمد على حركه الجسم وتنشيط الدوره الدمويه، ودي مهمه جدا للحفاظ على صحه عضله القلب وضخ الدم والرئتين، دي مهمه جدا. والشق الثاني من التمرين تمارين المقاومه او تمارين، مش عايز اقول الحديد عشان ما تتفهمش ان انا بتكلم على اوزان، لكن انا بقول التمرين اللي على الماشينز عشان تقويه العضلات، عشان العضلات اساس مهم جدا في الجسم، هي اللي بتعمل دعم للعظم وللمفاصل وهي اللي بتساعدني طول اليوم ان انا اتحرك. تمام. يعني العضلات اللي ما بتتمرنش نتيجه مثلا قاعده كتير او عدم ممارسه رياضه، العضلات دي بيحصل لها ضمور وضعف، وبالتالي بتأثر بشكل مباشر على العضلات والمفاصل. عشان كده بنلاقي دايما الناس اللي هي شغلها مكتبي وقاعدة على طول بتلاقي دايما عندهم مشاكل في الركب، في الهيب، في اللور باك، منطقة أسفل الظهر، هي ما بتبقاش حالة مرضية ولكن بيبقى ضعف في العضلات وبالتالي بتحمل على المفاصل. تمام. خلال التمرين بتاعي في الجيم في الثلاث أيام دول أنا أهتم إن أنا ألعب تمرين واحد فقط لكل عضلة في الجسم، طالما أنا هدفي ان انا احافظ على صحتي، مش ان انا بخش حاجه بروفيشنال او عايز اطلع لانترميديت مستوى اعلى شويه من اللي انا فيه، لكن انا عايز احرك جسمي. فانا بكتفي بتمرين واحد لكل عضله في الجسم على الماشين، فتمرينتي لا تتعدى الساعه، وده مهم جدا، لكن هيبقى اهم اكتر لو انا حافظت كمان على نظام اكل متوازن. طب سؤال كابتن، معلش، لو انا بتمرن حاجه تانية مش لازم يكون بشكل محترف، بلعب رياضه تانية ولتكن مثلا السباحه او غيرها، شكل التمرين اللي انا بمارسه جوه الجيم يبقى مختلف عن اللي حضرتك وصفته دلوقتي؟ طبيعي يا مستر باسم هيبقى مختلف، لان هي القاعده الاولى، لو انا بلعب اي رياضه لازم هخش الجيم، لازم هستعين بتمارين الماشينز جوه الجيم. تمام. بلعب سباحه، بلعب كوره، بلعب اي رياضه تانية لازم هخش الجيم. ليه لازم اخش الجيم؟ عشان لازم اعمل تدريب للعضله اللي انا بستخدمها في اللعبه بتاعتي. يعني طبعا احنا اقرب مثال الصوره بتاعت كابتن محمد صلاح طبعا العالمي اللي هي على السوشيال ميديا بقى لها كام يوم، والجسم المتناسق العضلي اللي احنا شايفينه ونسبه الدهون القليله جدا، دي مهمه جدا لان هو مهاجم في الفريق، فهو محتاج ان هو يكون قوي قدام المدافع المنافس ليه، فبالتالي هو مش هيقدر يعمل الكلام ده غير ما يكون عنده عضلات متوازنه. لو اتكلمنا مثلا على رياضه زي السباحه، فالسباح بيروح الجيم علشان يعمل تدريب لعضلاته علشان يبقى فيها سترينس قوه، لكن ما ينفعش يبقى فيها حجم، علشان لو حصل ان العضله كبرت عن الحجم اللي مطلوب للسباحه بتقلل الموبيليتي او المرونه بتاعه المفصل في الحركه بتاعته في الميه. تمام. تمام. فبالتالي هو جنب تمرينه جوه الجيم لازم يحافظ على استريتشات معينه للمفاصل عشان يحافظ على المرونه بتاعتها. لكن انا كل ما هزود قوته العضليه جوه الجيم كل ما هيكون سرعته في الميه اعلى. فبالتالي مهم جدا ان انا استعين بالجيم، وكله حسب الرياضه وحسب انا بلعب ايه. لو بلعب كوره هل انا مدافع، هل انا خط وسط، هل انا هجوم، هل انا حارس مرمى، هي بتعتمد على يعني حتى لو نفس نوع الرياضه بس المركز مختلف برضه ممكن يختلف التمارين. بتفرق طبعا، يعني انا لو راجل مهاجم انا مطالب ان انا اكون جسمي قوي لكن جسمي خفيف. لو انا راجل مدافع انا مطالب ان انا اكون جسمي قوي بس مش تقيل، يعني حسب. يعني احنا لو شفنا يعني مثلا لاعب زي روبرتو كارلوس كان
كانت عضلات رجله كبيره جدا يعني كانت عضلات رجله وكانت فيها عضل ما شاء الله يعني لان هو مركزه عايز كده بالظبط هو مركزه عايز كده فلازم مهم ان انا احافظ على الكفاءه العضليه طيب بقى. كابتن ايمن لو حد مثلا بيعاني من انزلاق غضروفي ازاي ممكن يعالج حاجه زي دي في الجيم مثلا من خلال التمارين مبدئيا طبعا هو لازم يبقى في اشعه عشان تبين الانزلاق الغضروفي ده يعني درجته قد ايه في استريتشات معينه اقدر اعملها اولا طبعا يتجنب اي تمارين فيها ان انا اوطي او ان انا انزل برجلي زي تمرين السكوات او الديد ليفت او الكلام ده خالص دي اتجنب الموضوع ده تماما عشان الموضوع ما يزيدش دي حاجه الحاجه الثانيه انا لازم اعرف ايه سبب الانزلاق الغضروفي هل هو شخص اوفر ويت فحصل انزلاق غضروفي ولا هو ضعف في العضلات فحصل انزلاق ولا هو شال حاجه تقيله ثالث حاجه لازم يعني في الاول خالص اعمل اطالات معينه لللور باك بتتعمل على الارض بطريقه معينه المدرب المتخصص بيعملها علشان اقدر ان انا اعمل استريتشات للعضلات بتاعه الظهر وارجعها لشكلها الطبيعي فبالتالي بتاثر على العمود الفقري فبتفرد الجزئيه دي كلها بعدين ابتدي اعمل تقويه للعضلات بتاعه الظهر كلها عن طريق ان انا بعمل تمارين بسيطه على بعض الاجهزه وانا قاعد ما بتحركش يعني ما بوطيش ما بجيش يمين ما بجيش شمال ما بشيلش حاجه تقيله لكن وانا قاعد ممكن اكون ساند جسمي او صدري على مسند معين وبتحرك لكن اعمل لها تقويه كل ما هعمل لها تقويه كل ما هي هتعمل سبورت للعمود الفقري تمام. نقطه ثانيه مهمه بالنسبه للعمود الفقري عضلات البطن وعضلات المنشاريه اللي هي في الجنب اللي احنا بنسميها العلمي السوراتس ماسل دي مهمه جدا عشان تعمل سبورت برضو للعمود الفقري فالعضلات دي مهمه جدا لازم الناس تمرنها تمام متشكرين جدا على كل هذه المعلومات دكتور ايمن خلينا نبدا مع حضرتك التمارين اللي حضرتك مجهزها للمشاهدين عشان يبداوا بيهم يومهم بنشاط وحيويه تمام شكرا لحضرتك هنبدا الاول حاجه ورمنج اب بسيط ان انا هجامب في المكان هنقول لو انا ما عنديش تريد ميل فانا هبتدي اعمل جامب في المكان لمده نص دقيقه زي ما انا بعمل كده لو انا عندي طبعا حبل ممكن انط هيكون احسن اعمل جامبنج جاك الحركتين دول مهمين جدا ينشطوا الدوره الدمويه حركوا الدم في الجسم كله اعملها لمده دقيقه او نص وبعدين ابتدي اخش على التمرين بتاعتي هنستعين بالدمبلز هعمل حركتين مع بعض هنزل هطلع واعمل شولدر بريس او كتف هنزل هطلع بالمنظر ده ممكن من جنب عشان الساده المشاهدين يشوفوها بالشكل ده انا هنا ما فيش عضله مش بحركها في التمرين ده في الحركه دي انا ما فيش عضله مش بحركها هنعمل تمرين تاني من وضع الوف قدام وبعدين لفوق وبعدين ممكن اعمل نفس الحركه تاني يبقى انا كده زودت حركه زياده وحركت مجاميع عضليه اعلى ممكن اعملها بشكل تاني ممكن للجنب ممكن لتحت واطلع لفوق بالمنظر ده تمام. انا هنا عملت حركه زياده عن الحركات الاولانيه المهم ان انا اعملهم ورا بعض يعني لو انا هعمل سوبر سيت هعمل تريبل سيت انا يهمني اعملهم ورا بعض لسببين توفير وقت وفي نفس الوقت ايه ان انا احرك اكبر كم من العضلات واضخ الدم باكبر شكل انا محتاجه ممكن اعمل عايز اعمل دراعات النهارده نعتبر شغالين ابر بادي شويه تمام هعمل تمرين البايسبس وبعدين وراه اعمل تمرين الكيك باك للترايسبس بالمنظر ده يعني التمارين دي انا مش محتاج اعملها باوزان محتاج اعملها بتكرارات محتاج اعملهم ورا بعض فانا هبدا بالجامبينج جاك ممكن ابدا بالجامبينج في نفس المكان عملت كده تمرينين ورمينج اب عملت تمرين زي الديد ليفت مع البريس للكتف حركت الرجلين حركت الدراعات حركت الكتاف حركت الكتاف بتمرين تاني جانبي مع الابر بادي او الجزء العلوي من الظهر ثم عملت بريس تاني عملت بايسبس وعملت ترايسبس هحافظ على الجملة دي أعملها الصبح بدري قبل مثلا منزل شغلي لمدة نص ساعة أعمل كل حركة منهم ثلاث مجاميع في 15 إلى 20 عدة
ممكن ازود الوزن، ممكن ازود حركه. فالجمله دي مهمه جدا، يعني انا ارشح ان احنا نعملها طبعا بشكل يعني ايه 3 ايام او 4 ايام في الاسبوع حسب انا الجدول بتاعي ماشي ازاي. تمام، اوكي، متشكرين جدا لحضرتك، الف شكر على كل هذه التمارين وايضا كل هذه المعلومات كابتن ايمن السركي، الف شكر.